بناي خوي بخش دوم مهربان صلاة على النبي اللهم صل عليه وسلم خوش حال بين لما انا كباسي قراءات اكين يعني قراءات قران واويك جناب تن خوتان اقدار وشارزان باسي قراءات حول يحول قراءتك يا د قراءتك يا تشار د قراءتك طبعا يما اللي رب روي تطبيقي وباسي ناكي ما تناشي نسى قراءتك كامل وكامل نعم بس يا واجن كقرآن شن جورا قراءتي كي هي لازمنا أمانة باسكي جا هرب بي أوي ك سيوتي خوي هنا ودي من هؤلاء مر لما أنا ملتزم من بو كمت الليلة بام هنا معلوماتي جانبية شيء حزق من باسكي لفصل يعني لبشك لبشي كتبي إتقانها هنا ودي الله معرفة المتواتر والمشهور والآحاد والشاذ والموضوع والمدرج لشي من القراءات القرآنية لآخر النووي القرآن باشا إذا طبعا ما مجال قسكرني زورتي يا أمبوارة من وكو عزم كدن هل هم ملتزم بم بنصكي السيوطي وكي نامدي وأيوش هر لخلقي نقل كبدو راستكي كوي كبدو تو الله يا قاضي جلال الدين بلقيني الله قراءة وعطب قراءة قرآن خيو النووي قرآن أداء يعني قطعن أهلي أبابة أداء لروي خوين نوا أكريب أم بشانو كليلة أم كسي بشي بتوا راستي بلا هر عنوانة كزيان تري شي بتوا تنقسم إلى متواتر قرائك معناه متواترة بس يكي متواتر يعني جماعاتي كيزور لجماعاتي كيزور يعني نقل كردو هتا كوتاي يعني عادة أم بابا بس جرانو نقلة لنقلة سند معناه أم سند حتى يعني بعدين هر جماعتي كجيران دو جماعتي كيدواتر او نزور بن كعقل نيبري كوك بن لسر درو يا كوك بن لسر وشتي كان لي تكتوبي اما بيدري متواتر مثلا صد كز لصحابه جرابيتي وبو صد كز لتابعين صد لطابعين جرابيتي وبو صد لتابعي تابعين اذا لما ما بيبقى متواتر بو صادك النوي بابتك مشهور طبعا ديرا بتح يعني بجاباسي نكبو قراءة مشهور بشي او تريها بفي او الى علم الرواية مشهور بهو او تريك الاخوار تواتر او يعني شي يعني مثلا لجاتي او صد كاس نقلي كربي وان من بيس كاس نقلي كربي جمارة زورة بلعام هر زور زوري جنية اذا المشهور ايش معناه جوازي هي عندك مستفزان بكاريانا او عندك عزيزان بكاريانا وانا تفاصيلي كي هي كل را نعلم سيوطي خوي هزور نشوت السري راسي أحد شيء أحد هلا ناوكي يودي يعني تاك يعني ما قراءتك معناه يا روايتك معناه لسجم جيل كان تاك وكل النفر كان بشوي تاك روايات يعني يكز دوك سيكز زورنين كروايات يعني طبعا لما أنا كي موت مان كما بقوت لينا أشكرا متواتر بقوت لينا شكرا توسط كز حديثة الروايات كربية يا جول اللي خلنا في القرآن روايات كربية زاتر بودل اطمئنان بخشي يعني أرامي وإنسان بخشي كأمر راس تربية حتى أو يكسر نقول كربية راشا جاء الله قاضي جلال الدين بلقيني الله قراءة أبيبا أمس سيانو سيانيوتو متواتر أحد الشاس شاذ ويك يعني اقل سندك شي الراس به مخالف الرسمي عثمانيه يا مخالف اللغه العربيه يا حتى سندك شي وانا ك يسهنا بدي جا ليره قلت على متواتر بريتيه لقراءات السبعه يعني او حوت قراءتيك هي كخطان اذان حوتكش طبعا بالروا الراوي كان انا بقول بشن بقول بشوارده شنو هر يك لو امام قورانا او حوته دلایکم دو کس به مش یعنی دو کسی مشهور لی روایت کردن یه دو کار حاوت چهار بوده هندی لکتی بکانی قراءات باسی قراءاتی 14 کن یعنی چهار د قراءات که کم بس اوی خود اصلا حاوته ام حاوته هر یکی کن دو کس لی روایت کردن اگر کات آن قدم نوی او قاری آن ابا مثلا بوی او شتی دوباره ولی اکنون مشی نخوینیم مثلا بونونا يا كم قارئ كواس قري نافع نافع كري عبد الرحمن كري أبي نعيم مدنية كإمام مدينة هو شن كس طبعا ما بويا قرن قال بروي صحابي بيني وكبار صحابة شي بيني هالتابعينية تابعي شي أساي
دو کس لانی کم لیان روایت کرده که مشهورن قالون لگل ورش بیستو داره ورش على ورش عن نافع مثلا عبد الله بن كثير ابن كثير مكي كإمام مكة لاني كم دو كذا روايات كردو أحمد يقول محمد بوزي لقال قنبلي محمد يقول عبد الرحمن بين بو حفص أويك يوم خو منزورة اللسلي الروين حفص يجك الراوي كاني عاصم ونيا كاد يجك الإمام كاني قراءات بريتيل عاصم عاصم يقول أبي النجود كوفي كدوكس لأن روايات كردوه بو دوكسي بنوان شعبي كري عياش لقال حفصي كري سليمان كواتا اويكا ايم عموما لم ناوشا خمان لسري اخوين حفصي كري حفص عن عاصم وانيا قراءة حفص عن عاصم واستهستقي هل الدنيا اسلاما مشهور تريني شراستي هذا ما يعني ايه المهم مثل مثلا علي كري حمزة حمزة كري حبيبي كوفي وانا اما حول راوين يا حول امام لقراءته هكذا يعني موجود من دو كسي جلي روايات كرون كا كادا شو عاد جاء الله شي السيودي الله قراءة أحد شيء قراءة أحد بريتيا لا أو سياني ك حوتك طاو كاي كابدا والله مثل ناوي نينا جاء أما شي تريش جاء تاج أبيته يلحق بها قراءة الصحابة قراءة الصحابة هبوا مثلا هل يتقل أصحاب إمام علي سعد بن أبي وقاص مثلا خلقي تريش خوان قراني خوان انا هو بجوري كتابات خوان دي انا يا كلمه كان زياد كدور مثلا كلمه قبل لا اه نك زياد كدور معناها زياد كدور تحريف اه مثلا او عاد سوره النساء جاري تريش باس فانكر وان كان رجل يورث كلاله اي امراه وله اخ او اخت سعد بن ابي وقاص الصحيفه كان نسراه من ام يتر أو طبعا أحكام ميراث مثلا أو قراءة إذا مثلا عندك أيضا قراءة أحسابي بوك يعني. أي شاس شيء يعني ما بزوي أو قراءة ثانية هي صحابش بفردي خوي عن هام بو أو جزدنا أو أحده أي شاس زوايا كقراءة التابعين بديتي لا قراءة تابعين بو شيء شاس على بروي ك راسي أول في غمره ولا نقدر نقول وقراءة مجالي اجتهاد شدنية مجالي نقبة إيه أجر أم تابعي لا يخويه ناتواني برزقاته أبو صحابة ولو بالتالي يعني نوعك للشزوس وكو قراءة أعماش يحيى بن وثاب نقل ابن جوهر سعيد بن جوهر وغيري باشا جابوا رسالة داني أم رسالة مهمة يعني جناب تنهر أمش ضبط كان كافية قراءة صحيح كامل ابن الجزري لا سرت كتابه كيوك النشر في القراءات العشر على كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا وصح سندها فهي القراءة الصحيح سيشت يعني تعريفك سيشت يعني هبو قراءتك كموافق زمان عربي به أقل بوجهي كيشبه يعني يعني شي بوجه يعني جا روايه لقضيه كان نحو كان جواز يعني اي كان على اول راسه اي كان على اول راسه هل يشك لو انا شبه هل درست بلا ولو بيوجين او ووافق احد المصاحف العثمانيه وموافقي يشك ل نسخه كاني يا مصحف كاني عثمان به او كان مصحفك كانت خوي بلاي كذا دوين نسخ مصاحف للشارع يقول لك عندنا اسلام لكوفة ولا الشام ولا مدينه ولا مكه ولا مصر اه ماشي ابي موافقي ايش بما سي الرسم اللي يعني ابي اخ خلينا هو بكري لسر يجيك لمصحف ثاني عثمان خلينا ريتو نقرا فينا ولو احتمالا اقرب احتمال ليش جاء احتمال كان من هنا يعني رونيا كينا بس وصح سنده وابي قراءه سندك شيء صحيح يعني أم كساء قال لتابعينا يا لقوي تابعينا السلسلة قال كيف جاته صحابة وصحابة كش بزاني كفعلا لا في غمر يخوي أبو جو جاء قروا أبو فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها كجائز الرد كينو ولا يحل إنكارها ناكري إنكاريش بكري باشا يترى الله أما لا يمي تحقيق أما برازان رأوه وخذ من هذه الأزانة يعني يجلس سلف ولا خلف
دانان بيانا تعريفه كي يكتوز شي كينو واقا كراعة شي نسر هندي قصب باس بس حسنا كيبا عطانز تعريفه كبولين يستم اشتيكي تربولا كالله وافقت اللغة العربية ولو بوجه ما بس شي نريد به وجها من وجوه النحو ما بس اوه يكي للروكان النحو اوه عرضم كده لنحو جاوازيه خلافاته يشغل له بوچونه كان بيطاوع كشيني سواء كان افصح ام فصيحا يتر اوج هاي يعني او الشوازة فصيح به يا فصحى به فصيح يعني شي فصيح يعني اوي زماني عربي اساي خلق بس غلطي تيانه به اي فصحى يا افصح شي زماني خلق بليغه كان خلقي اديب اوي كمثلا تو ابيني كشتك الله يشتك خوينته زول لاستك بلزاي اما بدي تلف فصحى بوز معنى يعني ديجا كريم قاعد يعني لا عربية بما أدري فصحى مثلا لم سردما أجل لم فصحى نما مثلا تو لم سردما شتي سيد قطب خيوني تو أستكي لفصيح زيادة له بوز شون ك تايبته يعني الشوازي دارش ما كي تايبته طبعا خلاص يجرو يعني لو جرينكتر رافعية مصطفى صادق الرافعي كتب كان يبخون رو من وحي القلم وأمانة سرقة ابن سينا بلا عربية طبعا عربية أسانية تيشنجي بلا مزور لأسيكي برزان وسراو أو يعني أفصح يا فصحى جاء لي رأي الله مهم هو للروي عربي والرازبة أفصح به طبعا باشتر فصيح إيش بيرك يشيني فصيح أقول ما زماني جي أساينا وحوكا بلام ببي خلاص جاء إجماعي لسر به أو الشواز خيال نوايا يا اختلاف شيء لسر به يرك يشيني يا إيش زرديني هو باشا مثلا وكو شيء برزان الله عندي قراءة هيك أهلي نحو إنكاريا كردوه بلام إنكاريا كان هيك كشيك دروز ناكا وكو أعدك أفرمي فتوبوا إلى بارئكم يا مواعي خواني نو عندي بإسكان جانا بارئكم كشيني بقصي أمال إنجا مثلا يأمركم يأمركم بيأمركم خان ريتو هاتو أيش يا أرحم بإرحم خان ريتو والأرحام واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام يا مالنا والارحام بقراءة حفصة وقال بارحام يشبه ديال على يعني ديال تحملي اكا زمان عربي هروا ليجزي قوما يا ليجزي قوما هر عين شيء على كل يعني الله يا مالا ما دام هلنين اشكالي كي ظاهرا نيه انجا للشرح اقصاك الله موافقي وقت هاوريك بين اللي قال يشك لمصحف كامي عثمانة ما بز اوياك اكو هلا تعبيرك شهر وعلي واش مانوت مرجني او قراءة بجوريك بك موافق به هاوريك به هاو تابع اللي قال سرج المصحف كامي شو مصحف كامي شش حوتي انا زور جاء مصحف انا جناب تنزان وان نسرابو كهي هر شوينيك نوعي نسرابو بو اوي همو او جوري خلنا انا لخو بقريب که دیار خلافات یک نه بولو که تاکه نسیانه تو یک دو دی مالیک یک دو دی ملیک یک دو دیانه بجوره بی نوزن که هدو که تحمل که لشون یک آوان نوز را و لشون یک تر آوان نوز را چون مالیکی هم بدین پیما به هر به الفی لگل نیله ایش کامیان بلا هم شدی تر مثلا کلیماتی تر مثلا قرائه ابن عامر معنی یه الله قالو اتخذ الله ولدن لبقرا طبعا خوی لو ایسلق مصحفی شا تسبیت کرا و وایوگ لپیشیوتی فرمی و قالو اتخذ ابن عامر ببي واخون ديتي هو وروا او اديك فيلم وبالزبري وبالكتاب المنير ابن عامر دي سان واوي سرتا الى بالورا بالزبري وبالكتاب المنير ايه اما شيء اما درست بلا بو هلا بلا ويك ام جور خن نوايا قرا مصحف الشامي بن جور يعني مصحف كيك من راو وشان كاردي هوي واوي لقال نبو ايه كانت قراءه ابن عامرش كشين يا مثلا ابن كثير لا تجري من تحتها الانهار لاخير سوره التوبه سوره براءه او كيف التسبيل ولا مصحفات تجري تحتها الانهار مين يجي ضمن تيا الاخ خلنا نقول ابن كثير اما كشي نيتي بو شنك او مصحفي مكه مصحف مكه مين كي لا قال المهم يشك لمصاحف تأيدي او قراءه بك تجري بك بوجوره بك او شنو بلام الله اگر هات و اخر نوع لهیچ کار نمصحف کنن نبود و مصحفانی کاش خوی
فشاذ أو تعريف الإشاذ الشفاذ هذا شاذ هو قراءة كاللي هيك كاملة مصحف كان عندي ومخالف الرسمي أوانا إجا على موافقي هنبت أم قراءة موافقي قراءة عفو موافقي مصاحف به ولو احتمالا يعني جي احتمالا هلا ما اسمعنا اويا موافقي او يعني وكو او بي اجر تقدير شي كاين وكو شي امن مني مالي شي يوم الدين اجر امرونا كافي مالي شي يوم الدين لهر هم يا بميم لام كاف مسرع يعني الف الى قوضي هلا اما او مجاليت يا يعني تواني بالف مقصوريك تقدير كي اجر كسك بماليك بخونا دو كويك اما بماليك يخونينا قراءة حفظ عن عاصم ونيا او كاتالين مالي شي يوم بلام طبعا بشكيت الله قراء ببي ألف إخوان هذا الملكي ومتي طبعا أنا مش ديالا كاتي خوي لو تلبر اختصار ببي على بكر شيء ببي أو تبيني ما نود بيلا ما وديسان رسمي قرآن يعني أو إملائي كقرآن في مصر أو مرجني اسم موافق به لقال أو إملائي كأهل عربي لسنا قرآن كتابه كي تعبته بنوع مصر حتى عندي اشتيت يعني هس يعني لو تيجي لو تيجي هلاش به ما في الرسم وما في إلا والله القرآن كتير كتابة أوه نسرع عندي أشتري جدول نية تحكم يكير به هو ليه رأله احتمال أبو كرت كرنا أوه نسرع به يا أبو أشتري به توافقي به يعني جي توافقي به يعني مالك أجر بألف بنسرع يتب مجالي ملك خنوي تيانا أبو بس بملك بينوس مجالي مالك خنوي تيانا ونيا حتى أنا بودي نقطة شرح حكمة ديت يا أبو قاعد يخوي النقطة اللي صارنا أبو يعلمون وتعلمون هالقدر يعني بتواني با يا نقطة كان خيط السر ولا مش خيط الجير هل تو قراءة بها دروسة إيه الرسمة كجوا نسرع هل تو كان تحمل بها احتمالا أو إيه جاري وهاي برزان أم جورا قراءة بجورا كك بلدو قراءة جوازة بلام هردو قراءة بتواوتي موافقي رسمي قرآن رسمي يشجلا مصحف كان موكو أو كإزعزم كم تعلمون ما انها نقطه بونا كلا بيعلمون بخونيتو هر موافقه بتعلمون ايش بخونيتو هر موافقه شو نقطتين و يعني تقدير نعم وكم علي شيء يوم الدين يا يغفر لكم ونغفر لكم هر دو كي هر موافقي رسمه هيك امر لا يعني تقدير نجني احتمالا نجني اماش دليل السروي كاتي خويك القران نقطه نبوه خالي أخير ألاتي وصح سندها يا مسندها شرط سيم هو يك أم قراءة أبي السند في صحيح به يعني شيء يعني أن يروى تلك القراءة العدل الضابط عن مثله وهكذا حتى ينتهي السند الصحيح أو تعريفه هلا علم حديث شعواه بديتي لشي بديتي ال رواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهى يعني من أول السند إلى منتهى السند بريتية الرواية كردني أو خبر لا ينكس هي عدل عدل يعني شيء يعني صادق يعني رازقو يعني متقي لخواترس كدروناكا أو يك دو أبي الضابط يشبه أو كسر لبال رازقو يك الضابط يعني شيء يعني حافظو ميشكو زكائي وازي لك بيبتواني أو شتي يا أو قراءة يا أو حديثة يا أو تيه بجواني ضابطك جاء ما خوي بو خوي علمي جوري لا علمي حديثا كأخر شو مثلا هاي لا تمني كأ لو جل الروي عدالة هو كشيء بو بيد وعي توبة كده أبي تحقيق كيف زاني أم حديثي كالرواية كروها كش توبة كي يد وعي توبة كي أوك لموضوع الضبط شا هاي زور متقي وزور ضابط بو بلا عم كش توبة تمني هشتا صار ضرور في سر توشي خلفان بو أما حديثا كاني كش يوري قرين يوري ناقرين إن جدوا هاي ودوا هاي خلفان كتشاق بو يعني اما او بين حسفك عند اللي وريدين اللي ورينا قلنا مقصود بس يزور يدرس كل العلم حديثه وبش له خلاف شيء يدرس كل دراسه شو كان بقى بدي يجرن هر بو علم حديث علم كا زور كسي اشتاقت لي يا اخوي لنا هذا بس علم يجي قبره حقيقه جربت ايه ما بعرف والله ما بس كده اعتقد بس ما بس السنه بس بس جرح نوعي باش ايتر المهم ابسر شرطي تابع يلا ما في ناس كده درج ما كده يا كم او يا كتيبه موافقي لغة عربية ولو بوجه يعني للرؤية للرؤية كان يشبه الرؤية كان يشبه فصيح بها أفصح بها
دوها متمانشية موافقي الرسمي عثماني به يتشق لمصاحف به مشكلة نيا هكامية وسيهم بريدية لويك أو قراءة يسنة لكي صحيح به أقل أمس يعني تيابو أو قبولة أقل أمس يعني تيابو قبول نيا جا هندك الله الرأيان واي كوتوانا عند المتأخرين وتوانا شرط أو سندة متواتر به وقتا يعني سندة كبقود به وجرانا شكو ما قرآن وغوانا ولم يكتفي بصحة السند وباوران وابوك حتى هر سندك الصحيح به وتوانا كافينيا بلام راستك اوهيك بعد رجينا كينو ناقشي كردو سيوتي ديار او شرطي بدلنيا وتقريبا لو بدلنيا كري عقلنيش ما فيش غيري لبكين اگر ام مثلا ام شوارده متواتر بن چون شوارده قراءة جواز غودا اگر هم متواتر بن كوات خلافات ديگه ام خلافه اول تواتر بن وعلى نعاقان درشه وي اقصي سرطا كوتي ام حوت متواترا احتمال تواتر بي بمعنائه تايبت اگر نعلا وجه توصل زحمت بي طبعا تواتر بي باشتر خلام احتمال لفقريك تواتر لك دروز بي نقل اوصري اوصر وتا اخيري تا اوصر شكو التواتر راسي بوا اوتري وقود من همو قناغ كاني او جرانوه تواتر بي بلام اگر تواتر يعني شي يعني كواتا خلافك هل سردمي صحاباها بوا اگر وابي ابي وا يعني بوا اوبر المهم سيكور دك هاليك هي لما بابتا كيستا اما لوش انكين كيستا كافشين اسر اوه من يستم شتاق عرضي جنابتان بكم ام موضوع قراءات نظام جنابتان فتون متابعتان كردوها حتى أجات سرتا كاني قرني تصوركم يعني سيش خليك طاوب وانا يعني لسدي سي وكتاي سدي سي ها كابراك بناوي ابن مجاهد ككتابي كي هي وكتابي كي مهمة لما جالا لباس قراءة السر وانا لباس قراءة سيرك بلا قرآني مبلين مصحف عثمان مسلمان يخصبوا لسر مبلين قرآن خوي بس قراءاتي زور بلاوويو شكو زور القراءة الراسية يعني إذا شو عدوش تانية زور زيترة لو سردم أشعر كسردم يعني بس هيك أنا الله نقول زور زور بلاوويو أنواع قراءاتي شاز ونعريك وأنا فيابوه يعني وكل توزة هنا وكل فوزاء رويابو ابن مجاهد كفي عجي قوريا وقال هلا من سردم مأمون أبوه لبغاش جاوه ديت كتابة دانا نفوزي هوا نفوزي علمي هوا بداية دعوة كالا خلق واز دمعنا بأنو إما ريكوين ريناكوين إتر خوي كتابة نوسي وقولة باك كردواري بيوتري باك لما باك لما يشي قراءاتك على كاكا أوي صحيحة وبكالا قدر بيتي لم حوتا أو حوتا كخون مانو طبعا هم يبان نحن دو أم حوتا طبعا باقي كي تريكي شكشي تيه وأم حوتاش هر دوري هر يجان دي دور روايتيان هي يعني دور راوي مشهور يعني كأكري اعتماد كريتا السريان واتام ايشا ام ايشي قراءات الراسيان لاخير واخر وكراو يعني دواي طب ايشا تمامات تيغن ابن مجاهد تقريبا لسي صو شتيك ام يكردو يعني ام زبط كردنا الرودا اگر نا تا او كاد النوع العفوية هبو مصحف عثمان هبو لما شاركان بلاو وبلام نوع الى وقود مان لفوزاي هبو لقراءاتا وهكذا هيني خوي وكل قراءة الشاز وشد زور بلاو تو او كاريك ابن مجاهد ايكا تقريبا يتر ديار الدولة لو كانت الشعق قبول يكا وفسند يكا ام حوت قراءة ايشي ابن مجاهد حتى تسكاري كراو يكا مجاهد يعقوبنا يكدا عنا بها يعقوبنا وكاش لعبا هيكا با ايه يكدا فيما بها ابن كثير دا عنا مجاسيا المهم اما اموكو تاريخ لاني تاريخي شتيكي قرنجا بيزاني ما مساني برس چونك استا قضيك هي كاما كان بق كوتاي بابا تکی خوام یادارم بذاتن نکم جریان جر قصان نکم هندی کس پی نخوشم بلام شلا اما لبابی هند بیت لبابی او بکه استفاده لام قصان بکن اما به روبروی حقیقت ببینه و اگر تعلیش بی اشکه چار نیه قضیه گه ایش قضیه اویه که لام موضوعی قراءات و امانه هون جاری و هایه اما مدخلك من بو اکرده و درگاهک من بو اکرده و بو درست کردنی تشکیق لسر قرآن لسر راست درستی قرآن خوی جا او نظر خاموسادهش که خلقی خوان هایتی در باری قرآن و ازانه ام مصحفه هر رگ اوه که
پیغمبر دردی خوای لبه بده سخطی خوی نسیویتیو اعمی رکتا چاب کراوا او بوشونا خوشی صدمه او یک قصه تلویسته ها یه ما ام تاریخی دعی ام تاریخ تاریخی دردی دردی جا پرالا هن پرالا شد یعنی خو او یک کمیچی اگه داردی جا بویا دور نیه تو حکومه مثلا چه قرآن تلبه کد لی پیاب بی یا گنجه کد لی پیاب بی هر کسی لی پیاب بی ملکه که خو اقصه ایلم مجاله که ام یعنی قرآن مجالی تیابو یا دستکاری لو چه کرا بی یا نسخه کان وانین یا ام قصه که من سر عزیز جنات آن کرد ام حوته یعنی سیاسه صاد دوی سرت اسلام ام شته رخ راو ای چون وای یعنی خو خط یک اگر بدوی شتا بی مغریز بی اکریشتی کلی بدوسی تو اما انا هم قصه و باسن یا ما جناب تا است یک حزه کم اهتمام به بابت بدن بتای بتی است دراسات من دراساتی تازه که باسی او اکات قرآن طبعا ما هر بوه دراساتی تازه نیه هر لکونه و هر بوه هر سلمی پیغمبر و هی دودی پایل به هر بی پیغمبر آن تو ام کبرای شیت دروکا اساطیر الاولین اخسی ام او کوی کات او آنها حالم تا ازش دراسات تحقیقات اکره که من چند لشان شون لازم کردو یعنی قصه مثلا نیکی گلو ایشانی که کبرایی که با اصل ایرانی فرانسی کردیو دی بناوی عبدالامیر علی معزی که فرانسا دانشه تقریبا لگل چند فریق عملی ایشی کن که بکتیو جانوزی بناوی تاریخی حفو قرآنی میجونوسان قرآن میجون نسان با کرتی که کاملا ادعای تیم کرد ولی من پخته که اوه که الله ام مصحفه گل بر دست من هست پاگ نیه وانیه قرآن لقناغ جواز جواز دست کاری کرده و ام پیاوا معزی اوه که من بیرم ما و زور چخد لوا اکات او که عبدالملیک کوری مروان رولی گرینگی ها بود لصیاقه کردنی ام قرآنی است یعنی الله حتی ام قرآنی که تقريبا أبي القرآن الرسمي أو نيك عثمان كبيري أو نيك عبد الملك كبيري شو بقوله دول سبيك عبد الملك لسردمي أو نقطة ولين جوان كاري كان القرآن دان راه بله أربعة جاء يتب طبعا أو اكتفاء هو نكده جوابي هو شداته مش تدري يا نعم أنا المهم أما ما تخليك أبا رزان خوش بخت أنا جاري تريش ولا شو يدريش من دوما خالتي تير خالتي ك قبولی دیجا با قرآن و اسلام زور طاقتی هم مجاله نه نه زورش خنارین چون شد دوست نه ایتر یه مش خوار او رحمی کل و خطی خوش مازور شهر دائم بوارنین چون من تقریبا بیرم کردن تو توزه کش گرام چون مهتم مو که خون به مجاله یعنی کسی که به شهر زای نسخه قرآن به مخطوطات قرآنی طبعا ایش هم کز نیه راستی ایش هی قرصه هم بس تقريبا لا نكمل طبعا العراق هو هيج لنا هريم لنا كرد رجعنا ما عندي بس تصوركم لأس العراق ووطني دور بريج وقرش ما عندي تاكو تراك يزور كم ما أقدر هلا هلا لحالك أقدر كسك خوي بويا قلاي كاتو بتعبتي أهل الشريعة ومشتانا زور قرسي جنيا هروي توزع جولي أبي مثلا فانا في إسكاب مخان مخطوطات بيني خوش مخان زور بشي يستاهل يعني رسمي جراوته وتوان إنسان بيبيني هلا يكي قلوش تاني كدلني أكروي بو إنسان او یکه اگر اتر ما کم باخیر سکن یه من دو جور دو نسخه یعنی دو جور نسخه سرکی یا مخطوطه قرآنی معنی که زور مشهوره مخطوطاتی حجازی معنی لگم مخطوطاتی کوفی مخطوطات حجازی کان کنتر برزن هر لگو گلوش چیش لیه بان حزقم هر توزه متابعی کن ای هنیت رسطان اول من اگر رشتی اگر بایبشان من لا میستان دیکیم این کردو اگر لی رو حزقم تماشایش کن اما نسخه حجازی او هر نسخه کورا کانا جا اما هندی کن لی یمن دوز راوات او کاتی خوی سالی حفتان نوی پی موابی لی یک اگر مزگوتکانی یمن دوز ریت او کاتا طبعا مزگوتی که گوری کنی صنعای تیشی ادن حجری کی تیاب و نازم دیار کاتی خوی لبر مسائلی امنی و سیاسی هر روشگارک شاراوات این دیواری که بکر آو کس نی بینی او حفریاتی تی آگان یعنی چاک زدی تی آگان سیر آگان اما هول هیزور گوره پرالکتیا هزاران نسخه شدی تی آو جایی که لوش تانی که زور تی آو بری زیبون نسخه کنی خوره نسخه اجازه کن بشه گیزوری آن لگه با کربونی ده که امیل متعزه یعنی تاریخی ورقوشت ارزکا این یک پتاله اوکی
تقريبي مثلا الله انت عاد صابوا انا غلطي تيك مش طبيعيه تقريبا هندي كان الله اتشتو بو 640 ميلادي 650 ميلادي تقريبا اكانت ريك توصي دوي وفاتي في غمر دولي خايله يا حتى الرنا هندي كان كانت او كانتش في غمر خوش الجانا ام نسخان ايه او يعني كواتا الدنيا بينا وكام نسخان زور كونن نقي عبد الملك نيا يعني اقل هي عثمان نبي هي بيش عثمان يشن باش يا ما الحمد لله يا ما تمني الموضوع دواي اجت طاقتها بي اخوات من هذيك المقارنه كيف والله مثل لو شيء سكاد نبيو راسي بيريش من ما كان نسخان ابو هل اما اخوات بي انا كان رسمي حقيقي انا الرسم انا لقى القران كي استبر او ديك بس ياك صوص طاقتي شكرا توزع نوع هيك خطا يعني يكتب تابع داري خطا توش باش تسري لدرجه تقريبا هماش يعني فرق جي او توينيه لهند شو ناس تكي حرفك إن بو يا كجاوته يا بري ويا عمري هزار وانا صار واش تجي طبيعي بس مثلا بعام سورتك ابيني ترتيبك طوا لدواء فلان سورته هاتو ايات بدواء ايات هاتو يعني خو لو الدنيا يتر زاتر نسخي بيرمنغ هام معنى هو لا لا درس كي ترى بير ناي بيرمنغ هام بير شو نسخي معنى لا متحفي بيرمنغ هام قران يجي زورك انا ايش لو قران انا كاتشيتو سردمي بيج اموي هر چه تو سردمی راشیدی. ایش چی که لقول آن هنی که تحقیقاتی زوری لسر کرده. نه مسلمانان، هر غیر مسلمان لسری کرده. الان لسان و هش یا لسان و نو پوینت آن دم موافقی ام قرآن استعیق کش کرده. یه مشی چی باشه؟ بلام ات خو وقوع عرض میکردن. اما مادام مجالی که چون که من با خم عم استابم لزام کو ام پرسیارانم عرض کرده. اندیک تلاب عرض نیم چون کتاب هیله بازاره که طعنه علی قرآن. فرنگ کم بی ولی من یعنی الله ل شعری کنور گیره ولی اومی کلی صدور گیره ولی فلان گیره ولی شیور گیره و آنها دوات دستکاری کرده و آمانه ای باشه تو جناب اگر کم یک متبع بی یعنی مطلع بی بسیار ام بابت هانا و تیبگی فعلا عملی قرآن و بعض این تاریخ قرآن تا است که وانی پیاد اکری بیزانید پی ما به با خود باشه و با او کسی که درسی پیالیش تگی گرنگه چون که یکی لوش تانه دور ستان نشانم او اما خلقی متدین لاستی جوازا لو نقصانی من هبو که زور جا نمان توانی والایم پرسیاری خلق بینام که تو نتوانی والایم پرسیاری خلق بتایبتی تلبقی خود بدهی تو ایت تلبایتی ناکا اروات باشا و اما جواری ده یعنی زور واری مثلا اینکه روشتانی که زور متواع بو قضا خوده بو زور کس من هلا رفیقش خو که درس معنا خونه مزگه و پسری قضا خود داری بود ما مثلا تقنیتی نبود چه دور دکاری یا نه زنیش که بعد باید یکی توزه اینه یعنی ایتر با بقالی تر آکه تو ایجو که کاتا اما اشتی که تیه او آن زور کس من دیو که نیتوانی در جبا ام ایش دینی خوی بالا برو یک شبه یک یا پسری که بود نیتوانی آلا می خوی دست کرد سپاس لانگم من سر نشان دم و گروه لما قبول که انشاءالله